أنا بشوف إنه ما في مقارنة بين نتنياهو وبايدن. نتنياهو إذا ما ربح بهالمعركة رايح على السجن، واحد طريقه عم بحاول مش بس يدافع عن بلده أو يعني إنه ينتصر عسكريا، عم بده ينتصر شخصيا لحتى ما يروح على السجن قد ما هو فاسد ومطالب بـ بس كمان بايدن ملاحق بقضايا فساد. لا مش بهالمستوى، مش بهذا المستوى. بايدن مع انه انا مش هالقد معجبه بالرئيس الامريكي جو بايدن، بس ما فيش مقارنه بينه وبين نتنياهو صراحه. بالعكس انا بلاقي انه المواقف الامريكيه ساعدت كثير بانه تكون عامل ردع. هلا طبعا في العلاقة العضوية ما بين أمريكا وإسرائيل والعلاقات المد هون بالأسلحة وإلى آخره، هيدي حلفاء، اثنيناتهم حليفين بغير مستوى الحلفاء مع الدول العربية الثانية. بس أنا بفتكر بوجود الأمريكي العسكري بالمنطقة شكل عامل ردع لإيران حتى ما تفوت يعني بمغامرات. أمريكا ما بدها حرب مع إيران، بفتكر إيران ما بدها حرب مع أمريكا. بفتكر هلأ يعني الخطر الوحيد هو عنا بجنوب بلبنان، لأنه في لحد هلأ طبعا أنا بلاقي إنه التصرف قيادة حزب الله فيها حكمة، بمعنى عدم الاندفاع إلى تورط بحرب مش إلنا. بالوقت ذاته في خطورة إنه قواعد الاشتباك اللي هلأ ملتزم بها، إذا كان في شيء طلع عنا، يعني عامة شغلة صغيرة بتشرقت بتعمل مشاكل كتير كبيرة. منطقيا عندي بتحليلي أنا شايفة إنه ما في عزم أمريكي أو إيراني، وبالتالي وليس هناك عزم من قبل حزب الله لتوسيع الحلقة وتوسيع البكار الحرب. خايفة من إسرائيل، خايفة من نتنياهو، لأنه نتنياهو بحب أنه يورط أمريكا لحتى يقدر يتخلص من صواريخ حزب الله، يعني يكون عنده سبب أنه بمعونة أمريكية يكون في حرب إسرائيلية بمعونة أمريكية للتخلص من صواريخ حزب الله. وكمان يمكن بباله أنه بركب توجي الفرصة حتى نضرب المفاعل النووي الإيراني. لازم ننتبه كثير، لازم ننتبه انه الدور الامريكي مع انه اكيد متعاطف مع اسرائيل بصفه العلاقه العضويه بيناتهم، ولكن عم بيحاولوا الاسرائيليين يضغطوا على 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 اسرائيل سوري عم بيحاولوا الامريكان عفوا عم بتحاول اداره بايدن بكل جهدها تضغط، وبمعيتها الأوروبيين الضغط الحقيقي على إسرائيل حتى ما تنجح بمحاولات توريطها. بالوقت ذاته عم بتبلغ إيران أنه انتبهي، أنا بدي أضطر فوت بالحلبة على حلبة النزاع إذا جبرتيني أنت وحزب الله. وقت كتير دقيق داليا، كتير دقيق، وإن شاء الله الحكمة تكون هي سيدة الموقف، لأنه أي سقوط بالفخ الإسرائيلي بيورطنا مش بس بيورط إسرائيل. صحيح. رئيسة مؤسسة بيروت إنستيتيوت الإعلامية راغدة درغام، أنا بدي أتشكر مشاركتك معنا وحضورك، شكرا لك.